السلام عليكم ورحمة الله. بداية تحية إلى كل من يشجع الإبداع من وراء قضبان الحجر، وتحية أكبر إلى من لم يزيد هذا الحجر إلا إقبالا على الإبداع وإصرارا على مزيد من العطاء. أشارك بقصيدة كتبتها في أيام الحجر، وهي من الغزل: أيبطل إن تغزلت الصيام، ويذهب ما أرتل والقيام، يظل يؤذني شيطان شعري، ويحملني على البوح الغرام، لساني في بحور الشعر طلق، رشيق الحرف يسبقني الكلام، وشوقي للحبيب يهز جذعا، من الأحضان يحرسه الحمام، وقلبي كالغريب بأرض تيه، عسى بالوصل يسقيه الغمام. إذا الأقلام ترفع عن جنون، فإني في غرامك لا ألام. سمعت السين ينهج في سهادي، كليل الطرف يرقبه الظلام، بكف الوهم أمسح وجنتيها، من العينين ترشقني السهام. فحنت لهفة الذكرى إليها، بساط الريح ينسجه الهيام. سهرت أحدث الأقمار عنها، كأن النوم في ليلي حرام. يجن كأن حلكته ذنوب، إذا تابت يؤنبها الملام. فدقي يا طبول الحب شوقا، فحظ العاشقين لهم سلام. وظلي نجمة الراعي شهيدا، بأن الحب خلوته ازدحام، بأن الشوق مرآة النوايا، وأن الليل ترويه المدام. فتدعن للوسائل كل عين، وللعشاق طرف لا ينام. تحية مرة أخرى، وعيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.